بسم الله وصلاة وسلاما على مصطفاه في مبدأ كل أمر ومنتهاه وبعد، فمناسبة هذه الذكرى المباركة، الذكرى العاطرة، ذكرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أتقدم إلى الأمة وإلى الإنسانية جميعا بالتهنئة بحلول هذه الأيام المباركة. ونحن عندما نحتفل بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما نحيي فينا أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحيي فينا أخلاق رسول الله، ونحيي فينا آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال الإمام النيسابوري، كتاب خطه الباري في صحائف الإمكان حائزاً لكل كمال. نحن نحيي في أنفسنا آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبني ربي فأحسن تأديبي، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال عنها المولى عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى الاحتفال، وإنما نحن الذين في حاجة إلى الاحتفال، فقد احتفل به ربه سبحانه وتعالى، ربه من فوق سبع سماوات، وثبت أن الله قد احتفل بالأنبياء وكرم يوم الميلاد عن عيسى على نبينا وعليه السلام، قال وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وكذلك عن سيدنا يحيى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى المدينة فوجد اليهود تصوم عاشوراء، فسأل لما؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أولى بموسى منهم، وقرر الصيام عاشوراء. فنحن عندما نحتفل نحن الذين في حاجة إلى هذا الاحتفال، أسأل الله عز وجل أن يحققنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآدابه، وأن يلحقنا بسنته، واجعلنا من المتحققين بأقواله وأفعاله وأحواله ظاهرا وباطنا. وكل عام وأنتم بخير، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.